السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، هذه تحية لكم من عند الله طيبة مباركة في مستهل لقاء إيماني جديد يجمعنا بحضراتكم وبرنامجنا للفتوى حكاية، الذي نشرف ونسعد فيه دائما بإطلالة السيد صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لنتحدث عن بعض الفتاوى الحياتية وكيف أن الفتوى صناعة والفرق بين الفتوى في هذا العصر وما سبقها من أزمان وكيف تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة العلامة الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أهلا وسهلا مولانا، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا شريف بي. أهلا وسهلا. النهاردة لو تأذن فضيلة المفتي نود الحديث عن فكرة الحفاظ على التراث الإنساني. في وقت من الأوقات الحقيقة كانت تعالت الأصوات بشأن ربما هدم بعض الآثار التماثيل أو المجسمات، كانت هناك رؤية مختلفة للتعامل والتعاطي مع هذا الأمر. فيعني لو في سؤال استهلالي، ما هو الفرق بين هذه المجسمات والتماثيل وبين الفكر الذي سيطر على البعض أنها أصنام وكيف نتعامل معها والفتوى في هذا الأمر؟ كلنا أذان صاغية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاسمح لي في البداية، نعم هناك أصنام وتماثيل كانت في وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقت بعثته وجدت حول الكعبة وفي البيوت وفي أماكن متفرقة من مكة المكرمة، وكان بالفعل هذه الأصنام وهذه التماثيل كانت معبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن قبل ذلك أيضا وجد في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وكسر هذه الأصنام، فلا بيدعونا إلى أن نقارن بين هذا الوضع الذي كان في وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحن نطيل الإطلالة على ونشوف مثلا إيه رأي سيادتك لو أن حجر رشيد لما اكتشف كان فيه واحد قبل أن يكتشف، يعني وطبعا في كتابات تقول أن الذي اكتشفه قبل شامبليون في الحمدة الفرنسية، يعني علماء من العرب يعني اكتشفوه وفكوا الرموز أيضا. على كل حال يعني لو أن إنسانا ماذا لو دمر يعني في زمن ما وجدنا كسر هذا الحجر، أو وجدنا الجدران التي رسمت في عند الفراعين عليها رسومات عديدة قد دمرت هذه، ووجدنا في العراق التراث الحضاري في العراق أو التراث الإنساني هناك في الحضارة في العراق وجدناه دمر كما فعلته داعش قبل ذلك في بعض الآثار التي دمرت. كيف نقرأ التاريخ؟ بعض التاريخ ليس مسطورا باللغة العربية هكذا، إنما هو عبارة عن سطور مكتوبة بلغات أقوام مختلفة. نحن لا نستطيع أن نفهمها الآن، لكن هناك المتخصصون الذين يستطيعون فك رموز هذه اللغات المختلفة ويستطيعون قراءة التاريخ من خلالها في أنحاء التاريخ المختلفة. فإذن هنا تأتي النظرة الكلية أيضا للأمر. الفتوى تقوم على ليس فقط مجرد أنني أعطي حكما في مسألة معينة، وإنما قبل أن أعطي الحكم في المسألة المعينة ينبغي علي أن أستجمع كل النصوص المتعلقة بهذه المسألة في منطقة واحدة وقراءة هذه النصوص قراءة كلية، بحيث أن احنا نستطيع أن نحيط بالمسألة من جميع إحاطة كاملة كاملة من جميع الجوانب. ولذلك لما نقرأ قضية التراث الإنساني في صورة الأشكال التي تأتي بين الحين والآخر، منحوتات، رسوم، تصوير وهكذا، لابد أن ألاحظ المعاني التي وأسأل لماذا هنا كانت المشروعية. يعني لما نقرأ مثلا في عهد سيدنا سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، كان متاح أو مباح وقتها، فكان مشروعية. لماذا مشروعية هنا؟ ولما نأتي عن سيدنا إبراهيم
فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، كسر كل الأصنام وترك بس واحد ليستدل بقضية عقلية أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، أنه عاجز عن فعل شيء. فلماذا كسر هنا؟ ولما نأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حلقات التاريخ المختلفة، لما نأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر كل الأصنام التي حول الكعبة صحيح. المشرفة، وينهى عن ذلك، وتأتي روايات وتقول لا يجوز اتخاذ وتصوير وتجسيم شيء إلا إذا كان ليس على هيئة مخلوق كامل، بحيث إنه العبادة يعني بحيث إنه لو ظل هكذا لا يستطيع الحياة، يعني لو يكون مثلا مجسم لحيوان من الحيوانات فقطعنا الرأس، هل الحيوان نفسه مع قطع الرأس يبقى على قيد الحياة؟ لا يبقى على قيد الحياة. فأقولك طب يكسر بقى التي تجعله ليس حيا على هذا النحو، لا يبقى على قيد الحياة على هذا النحو. وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وصحيحة تنهى عن ذلك، لكن لماذا وردت هذه الأحاديث؟ لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه المجسمات وهذا التصوير على هذا النحو؟ أكيد كان في سياق معين، لابد من قراءة هذا السياق، لابد من البحث عن العلل، عن المعاني التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العلاجات التي قصدها رسول الله أن يعالج بها واقعا موجودا كان في وقته صلى الله عليه وسلم. لو أننا قرأت هذه القراءة أنتهي إلى نتيجة مهمة للغاية، هذه النتيجة بحثها الأصوليون والعلماء قبل ذلك، ويقولون إذا وجدت علة للحكم، أي معنى يعني جواب عن لماذا، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني العلماء يقولوا كده، إذا انتهيت للجواب إلى أن لماذا لها جواب معين، فهذا الحكم يدور مع هذا الجواب وجودا وعدما، يعني له يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم. بالتأكيد ابحث بقى عن العلل، سيادتك عن سيدنا سليمان لماذا شرع في عصره صلى الله عليه وسلم وهو نبي من الأنبياء، التمثيل والمجسمات لماذا ده يعملون له، يعني يصنع له، ولا يمكن لنبي من الأنبياء أن يقر أمرا ولا أن يعمل له أمر وهو غير مشروع. صحيح، لا نبي معصوم من ارتكاب المعاصي، ولذلك لا يتصور منه المعصية، فكون أنه يعمل له هذا دليل المشروعية. حتى العلماء يقولون يعني بين قوسين ليس أدل على الجواز من الوقوع، بمعنى أنه كون الأمر يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، من سيدنا محمد أو سيدنا عيسى أو سيدنا موسى، أي هذا مجاز يعني، فهذا دليل المشروعية، ليس أدل على الجواز من الوقوع، من وقوع الأمر من النبي، الأمر حدث فعلا، كونه يقع منه هذا دليل الجواز وأكثر. فما يعني لا يأتي إنسان بعد ذلك يقول لك لا ممنوع، لا تقول لي ممنوع ليه بقى، إلا إذا صار وسيلة لفساد فيما بعد وهذا لم يعني، لكن على كل حال إذا وقع الأمر من النبي فهذا دليل المشروعية. فسيدنا سليمان عليه السلام عمل له وصنعت له التماثيل وهكذا، سيدنا إبراهيم كسر، سيدنا محمد كسر، لكن اللافت للنظر أيضا وإحنا بنفكر في المسألة، طب الصحابة أتوا إلى مصر وذهبوا إلى العراق وذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى الدنيا بأسرها، صحيح. الصحابة والتابعون والعلماء ذهبوا إلى كل الدنيا، لم يثبت عنهم تدمير هذا الإرث، فلم يثبت يعني عنهم، وهو التماثيل منها موجودة، هي الآثار المصرية موجودة، والآثار يعني في العراق موجودة، والآثار في الشام موجودة، صحيح. طب لماذا تعاملوا بهذه، إذا جاز لي التعبير يعني وفق نظرة هؤلاء الذين، إذا لماذا تعملوا بالترك لهذه الأصنام كما هي، أو لماذا تعملوا بالسلبية تجاه هذه الأصنام، تجاه هذه الآثار يعني، الآثار والتراث يعني. فلابد من البحث عن العلة، يبقى هم فهموا فهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم هو جواب عن لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني اتخاذ التماثيل على هذا النحو كاملة بهيئة كاملة.
فنهى، فكأنهم فهموا سياقا محددا ومعينا له صلى الله عليه وسلم، والذي جعلهم يتفاعلون مع هذا الكون ويتفاعلون مع هذا التراث الإنساني عندما يذهبون إلى مكان كذا ولا مكان كذا، لما يأتي إلى مصر ولا يروح العراق ولا يروح الشام ولا فارس ولا إلى آخره، وعنده العقلية، عنده العقل الذي استوعب النص واستوعب الواقع واستوعب السياق الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنسأل أنفسنا ما هو هذا المعنى، ما هي العلة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكسير. لما نقرأ هذه المواقف الثلاثة لأنبياء الله سبحانه وتعالى نخرج بمعنى كلي، معنى كأنه المبدأ، كأنه الذي يحدد لنا المشروعية أو عدم المشروعية، فنفهم لماذا التصرف هنا ولماذا التصرف هنا ولماذا التصرف هنا ولماذا تصرف الصحابة أيضا الذين كانوا يعني أشد الناس حرصا على هذا الدين القويم، ونحن لسنا أشد على الدين حرصا على الدين منهم بلا شك. صحيح. فلماذا هم تعاملوا مع هذه الآثار ومع هذا التراث الإنساني بهذا التصرف الحضاري وهذه الحضارة وهذا الرقي كما سيدك تفضلت في التعبير الراقي الصافي، فلماذا تعاملوا على هذا النحو؟ إذن لابد من معنى كامن وسياق محدد هم فهموه، ونحن وقفنا عند ظواهر النصوص، يعني نحن لا نخطئ أيضا العلماء الذين قالوا، لكن نقول بأن لكل له اجتهاده ولكل له فهمه، لكن فهم الذي هو متفق مع القواعد ومع الأصول هو الفهم الذي يحدد لنا هذا المعنى ويقف عند ذلك المعنى ويقول الحكم يدور مع علتي وجودا. صحيح. ولذلك يعني دار الإفتاء كان لها الحقيقة فتوى مهمة ورأي مهم، يعني ربما قبل سنوات، تأذن لفضيلة المفتي نواصل الحديث عن هذا الأمر المهم لنوضح بس للمشاهدين وللإنسانية جمعاء كيف ينظر الإسلام إلى هذا التراث الحضاري بعيدا عن هذه الفتاوى الشاذة والمتطرفة من بعض من لا يعني لهم الحق حتى في إصدارها. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل إلى السيد صاحب الفضيلة مفتي الديانة المصرية، ابقوا معنا. تحية متجددة لحضراتكم مشاهدينا الكرام، برنامجنا للفتوى حكاية في حضرة السيد صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية، مستمر نناقش في هذه الحلقة كيفية التعامل والتعاطي مع التراث الإنساني، مع المجسمات، مع التماثيل، مع تغير الرؤية والنظرة إلى هذا التراث وكيف نظر إليها الإسلام. اسمحوا لي أرحب مجددا بالسيد صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، برحب بفضلك يا مولانا. ما زلنا الحقيقة بصدد الحديث عن خطورة النظرة إلى هذا الأمر، لأنه كمان بعض المتطرفين عندما قاموا حتى بمحاولة الاعتداء على بعض أنواع المجسمات والتماثيل وخلافه، هو شيء أظهر الإسلام والمسلمين بشكل على غير حقيقته، يعني كما أوضحت فضلتك في مقدمة هذه الحلقة، رسولنا الكريم ثم الصحابة كيف تعاملوا مع مثل هذا الأمر لعلة أوضحتها فضلتك، كيف نغير هذه النظرة وما الذي قامت به دار الإفتاء المصرية وعلماءنا الأجلاء لتغيير هذه الفتوى أو للبحث في تاريخنا الإسلامي؟ هو الحقيقة يعني هذا الأمر بيجعل للفتوى حكاية بالفعل. صحيح. يعني هناك حكاية لتغيير هذه الفتوى إلى المشروعية التي تبنيناها في دار الإفتاء المصرية. يمكن لما تبص للفتاوى قبل ذلك بتجد أنها واقفة عند ظواهر النصوص، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذن لابد أن يعمل هذا الأمر، لكن الأمر مرتبط أيضا بعلل، مرتبط بمعنى. هذا المعنى هو لما نقرأ في السياق بنجد بأن الخوف من اتخاذ هذه الأمور معبودات من دون الله سبحانه وتعالى كانت في زمن سيدنا يعني سليمان كانت مأمونة الجانب، فما وجدناش حد عبد. صحيح. مثل هذا الأمر، ولذلك كانت المشروعية حاضرة، كانت الإباحة. صحيح. لما جاء يعني في عصر سيدنا إبراهيم وجدنا أن القوم بالفعل بيتخذوا
هذه الآلهة بيتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى أو معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. فلا بد من إزالة هذه المعبودات من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وإيجاد حجج عقلية منطقية لأن موقفهم في الموقف الخطأ المحض، وأن الرسالة التي بعث بها على غير ذلك تماما. نفس الموقف هو كان موجودا في عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الناس اتخذوا هذه المصنوعات معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. إذن كأن المعنى الذي قصده الشرع من الكسر ومن الهدم ومن إزالة هذه الأمور كان له سياق، وهو أن الناس اتخذوا هذه الأشياء معبودات من دون الله سبحانه. فالعلة هي اتخاذ هذه الأشياء معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. فلما حصل ذلك في عصر سيدنا محمد كان الحكم المنع والحرمة، حرمة اتخاذها وإيجاد الإجراءات اللازمة لاستمرارها كمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. طيب إيه رأي سيادتك هذا السياق الذي تقرأ فيه؟ حتى لما تيجي تقرأ الأحاديث بتجد هذا السياق ملحوظ، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يخبر وحد يقول له يعني إن فلان الفلاني أو فلان الفلاني صنع كذا، ففي ظل هذا الجو الذي كان يهيمن عليه فكرة العبادة لهذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه نهيه كأن نهيه صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا المعنى الموجود في زمنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الأمة لن تشرك من بعده، فيعطينا أمان. صحيح. ولذلك ما وجدناش بعد عصر بعد تكسير الأصنام ولا في مكة المكرمة أن إنسانا اتخذ مجسما ما أنه يعبده من دون الله من المسلمين، من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمن الأمة من هذا الجانب. صحيح. وبناء على ذلك لماذا لا تغير ولا تقرأ هذه النصوص، لماذا لا تقرأ هذه النصوص في هذا السياق الزمني المحدد بزمنه صلى الله عليه وسلم؟ ده حتى بعض الباحثين، واسمح لي في هذا الاستطراد يعني، بعض الباحثين بيبحث مسألة في الخوف على التراث الإنساني وبيبحثها، وده كتبت فيها أبحاث ودراسات. نعم. عن الحماية القانونية لهذا التراث في زمن الحروب. ده أنت يعني كأنك أنت في زمن السلم، ما فيش حروب، فأنت متخذ الإجراءات. صحيح. الكفيلة بالحفاظ عليها. طب إيه رأيك في زمن الحروب اللي هو ظرف استثنائي قد يفعل فيه ما لا يفعل في غيره؟ صحيح. وقد يتخذ البعض الحرب ذريعة إلى الفتك بمثل هذا التراث الإنساني فضلا عن الإنسان نفسه. فبيبحث هذه المسألة فأقول لك أنا، هل هناك حماية، يعني إشكالية البحث عنده، هل هناك حماية قانونية لهذا التراث في زمن الحروب في القانون الوضعي الدولي والوضعي الداخلي الذي يمكن أن نسنده إلى أيضا نصوص العلماء ونصوص الفقهاء والشريعة الإسلامية؟ هل هناك حماية شرعية وقانونية لهذا التراث الإنساني في هذا الزمن الاستثنائي، زمن الحرب؟ فكان العنوان اللي كتبوا مثلا الحماية القانونية للتراث الإنساني في زمن الحروب، دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية. فالسؤال كيف انتهيت؟ قال انتهيت يعني أنا أقرأ الأبحاث، يعني مجمل الأبحاث التي كتبت والدراسات، قد انتهينا إلى أنه توجد بالفعل حماية قانونية شرعية مستندة إلى الشريعة الإسلامية في نصوص الفقهاء وفهمهم للنص الشرعي، وتعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل الصحابة من بعده، وجدنا بالفعل حماية للتراث الإنساني، أساليب شرعية يعني. إذن هذا التخوف بيعطيك دلالة على أن هناك فهم آخر في أن هذا التراث الإنساني يحتاج إلى حماية. ولذلك غيرنا الفتوى
منذ سنوات، ربما من 5 سنوات تقريبا أو يزيد، أو يزيد يعني يمكن من 2017 16 18 في مثل هذه الحدود، احنا غيرنا الفتوى إلى أنه ينبغي الحفاظ على التراث الإنساني في صورته الموجودة، لأجل أن التاريخ لا يمكن أن يقرأ للأمم السابقة إلا من خلال هذا التراث الإنساني اللي هو شاهد عيان ومكتوب ومسطر فيه برسومات أو غيرها بلغتهم، أننا نستطيع أن نقرأ هذا التاريخ من خلال وحضاراتهم وغير ذلك. ويمكن سيادتك مثلا وإحنا بنبحث في الإطار القانوني للفراعنة ومدى وجود النظام القضائي عنده بمراحله المختلفة، تحقيق، ابتدائي، محاكمة، كيفية تنفيذ أحكام، كيفية إثبات، هذه أمور في الحقيقة لما توقفنا على النظام التقاضي عندهم بنلحظ هناك تطور، وهناك ربما سياق تطور في سياق زمنهم، لكن على الأقل قرأنا التاريخ القضائي في حقبة زمنية معينة. هل نستطيع؟ نعم نستطيع، وجدت دراسات في الحقيقة. إلى ماذا استندتم يا أيها الباحثون إلى هذا المعنى الموجود عند الفراعنة من وجود نظام قضائي موجود في هذا الوقت متطور يليق بزمنهم قد لا يكون مناسبا لزمننا على أي حال يعني؟ قالوا قرأناه من خلال ما وجدناه من الرسوم المختلفة على الآثار التي تركها الفراعنة. طب لو أننا هدمنا هذه الآثار، إذن لا نستطيع أن نعرف أحوال الأمم السابقة. والقرآن الكريم يقول لنا، وكأن هذا السند تكليف الشرعي للحفاظ على هذا التراث الإنساني، يقول قل سيروا في الأرض فانظروا. صحيح. فانظروا إلى أحوال الأمم من فسادها وتعاملاتها وأخلاقياتها، وانظروا كيف أيضا دمرت هذه الأمم وبأي سبب. هذا لا نستطيع أن نقرأه إلا من خلال وحي أو من خلال ما هو موجود في على أرض الواقع في خلال هذه الأسئلة. يعني لا يمكن أن ننهي هذا اللقاء الممتع مع فضيلتك دون السؤال عن فكرة بعض الآثار والتراث الموجود والدولة تنقب عنه، لكن أيضا هناك بعض الأشخاص وخارج إطار القانون يقومون بالتنقيب عن هذه الآثار ويستخرجوها ويتاجروا فيها. فضيلة المفتي، يعني كيف يكون التعامل مع هذا الأمر؟ هو يعني في السابق بطبيعة الحال كان الدولة لم تحدد إطارا قانونيا لكيفية التعامل مع ما هو مطمور في باطن الأرض، فكان مبحوث فقهيا فقط، ومبحوث في إطار يعني الملكية، وفي إطار الزكاة عن هو ما هو مملوك، كيف أزكي عن هذه الكنوز التي أو الكنز بالمعنى الموجود في كتب الفقه الإسلامي بما هو مطمور في باطن الأرض على هيئة معينة وله شروط خاصة في الفقه الإسلامي، هل كان يزكى أو لا؟ ثم وجدنا أن العصر الحديث، الدولة الحديثة، وجدت بالفعل هذه النظرة التي تكلمنا عنها، وجدت أننا لا يمكن أن نصل إلى المعاني الحضارية الحقيقية ولا إلى التاريخ بمعانيه السابقة بما فيها من السلبي والإيجابي إلا من خلال الحفاظ على هذه المملوكات الموجودة على ظاهر الأرض أو المطمورة في باطن الأرض. ولذلك صدرت قوانين، ولي الأمر هنا، شوف الدولة بقى هي ولي الأمر، تدخل، ولذلك مسار الفتوى لابد أن أيضا أن يكون مواكبا وموائما لهذا المسلك القانوني. وجدنا ولي الأمر نظر لهذه المعاني الراقية، تدخل وحدد إطارا محددا لهذه المطمورات أو الآثار الموجودة في باطن الأرض طبعا. وأن يعد أثرا كل ما هو، وحدده على وجه التحديد ولذلك طيب إذا وجدت ما هو محدد عندك في القانون، يقول ده أثر ما عادش مملوك لك، مملوك الدولة. لكن أنا إذا موجود وأنا بعمل أساسات البيت وجدته في مش بنحفر بقى، ده أنا بالظروفها وجدته موجود، يقول ده مش بتاعك، فالملكية قد قيدت. يعني هم العلماء يقول لك الأهوية كالأبنية، يعني ما هو هواء فوق البناء مملوك كالبناء على ظاهر الأرض. يعني أنا اشتريت 200 متر يبقى 200 متر وما شاء الله سبحانه وتعالى من الهواء فوق،
ولذلك احنا بنبيع شقق في الدور التاسع ولسه ما بنناش. صحيح. بتبيع يعني انت ما هو ليس مملوك لأقل. ما انا واخد رخصة من الدولة بالارتفاع. بالارتفاع هكذا. فالدولة قالت لا، على فكرة هذه القطعة من الارض اللي هي محددة للمئتين متر اللي انت اشتريتها احنا هنقيدك بان ان لا تبني الا ثلاث ادوار فقط. فنقول لهم ده ملكي، يقول اه بس احنا قيدناه، يبقى ولي الامر له الحق في ان يتدخل ويقيد ما هو مباح. فقيد الملكيه لمعاني عند ولي الامر، وموجوده طبعا في المذكرات التفسيريه للقوانين. ويقول له كمان لما تنزل تحت في باطن الارض ليس يعني ممكن نعمل جراشات تحت ونعمل بدرومات، اعمل لكن في حدود ايضا معينه، فقيد للملكيه. طب لما نلاقي اثار في باطن الارض اللي مش ملكك، معناها في داخل طبعا ال 200 متر اللي انا اشتريتهم. فاذا ولي الامر عندما يتدخل بتحديد وتقييد المباحات وجبت الطاعه ووجب الالتزام بما قيد به ولي الامر. ولذلك تخرج هذه الامور التي وجدناها في بطن الارض تخرج عن حيز الملكيه الشخصيه تأكيد. الى الملكيه العامه للدوله، ويجب تسليمها في وان فعل غير ذلك فهو مخالف القانون وربما آثم ايضا يعني. نعم، ولي الامر طاعته واجبه، الالزام معناها هكذا. نعم. شكرا مولانا، شكرا. نسعد دائما يعني بهذه الاطلاله. شكرا جزيلا وموصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام للفتوى حكايه. لنا حكاية أخرى في حلقة قادمة بإذن الله مع السيد صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.